سمعت أغنية بابيلون يا زينة اللي عودتها لوريا حدد، وش رايك في هذه الإعادة أمين؟ وي سي انتيريسون كون ميم، حبيتها صح حاجة مليحة. الشونسون اللي تعاودوا صح تاع لي زالجيريان بيان سور، تعاودوا عدة لغات كما شاب خالد عاودوا له، شاب مامي ثاني، شكون ثاني؟ يدير فيفينوفا، فيفينوفا سمعناها بفيرسون وبحمل الحراشي صح، تحمل الحراشي رايح مسافر تنعاودوها بلغات عديده. حنا أفيفينوفا سمعناها بالكثير من اللهجات امينه، سمعناها بالمصري بالهندي بالصيني. حنا اليوم جبنا لهم اغنيه اللي راهي دايره الحدث للفنان اللبناني باسم مغنيه، اللي عاود أفيفينوفا بتوزيع جديد. صح الاشكال انه ما ذكرش اسم ادير، وهذا اللي خلى هذه الاغنيه تثير جدل في الاوساط الفنيه. حنا نروح نسمعوها مع بعض ونجي لكم البلاتو باش نحكيو شويه على الابداع. الورد بمرتين سمرة وعيون سود ومعقودات الحاجبين وعليها لون خدود أحلى من الورد بمرتين، شعرها الأسود أسود ولا مثله كحل الليل، لما نجبينا بيحرد بيضوي نجم سهيل، شعرها الأسود أسود ولا مثله كحل الليل، لما نجبينا بيحرد بيضوي نجم سهيل. يا لا لا يا لا 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 يا عيني يا ليل، يا لا لا يا لا 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 موالي معها طويل. نعود نرجع للبلاتو، لكن مليك أنا أعتذر حقيقة ما عجبنيش كي عاود الأغنية، وبالذات كي عاود ما ذكرش اسم العملاق صح، لأنه هو أحد عمالقة الأغنية الأمازيغية. على كل حال مراكش غير أنت، اليوم كاين موجة غضب ونقد لها الأغنية، وكاين ناس اعتبروها أسوأ الإعادات والكوفرز الأغنية أفيفينوفا اللي يدير. يعني حتى أنا ما شفتوش أنه قدم مراد ما بيش إذا تشاطرنا، لكن ما قدمش الصورة اللي يستحقها فنان عالمي مثل الفنان إيدير. لا موندر دي شوز يقولها لا ريكونيسانس، الاعتراف برك باللي يعني كان يلو كان عن طريق الأغنية يذكر إيدير. ما المفروض؟ عن طريق كما يقولوا يكونوا في الشعب يخدموا، يقول لك فلان بن فلان بلا ما ننسى فلان سي سا. حاباك الحاجه الوحيده بالك اللي تقدر تشفع له الباسم مغنيه انه ممثل ماهوش شكون هذا وي مسح لا موندر دي شوز يعني يذكروا اسمه صح. يعني لكن كل واحد نحترمه، انا في نظري كل واحد يحترم كل كما تقدير. قلت كما قلت مقبلات مراد، وعندك الحق انه كل واحد لازم يحترم المهنه تاعو، بالاخص كي يعاود اغنيه مثل اغنيه بابا اعتراف الجميل. هذا اعتراف باسكو كاين كما تاع دحمل الحراشي ربي يرحمه غناها ماما شينوا صغير، شينوا صغير غناها قعدت نسمع لكن خلعت وذكروا اسمه وكل شيء. هذا شيء جميل، الاحتراف بعض الاحيان يكون صح واجب من قبل الفنان الى فنان اخر، لانه دائما تقعد في الملكيه الفكريه لاي شخص. فان اذا كانت هذا النجاح هو نقدروا كلنا الجزائريين نتقاسموه، حتى فناني بما انه هو فنان عالمي الكل يقدر يشاركنا في الفنان العالمي ايدير، لكن بذلك على الاقل نحترمه ونذكروا اسمه كتقدير له ولا مشواره الفني مالي، خصوصا انه كتب تحيه للفنان القدير وليد توفيق، كأنه هذه الأغنية تاع وليد توفيق صح. على كل حال احنا جوزنا هذه الأغنية لأنه راهي دايرة الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، وكاين الناس راهي تفاعل معنا وطلبوا منا أن نجوز الأغنية ونعلقوا على هذا الموضوع، وراهو اليوم مراد خان أيضا علق الموضوع. بصح في الختام حبينا نسقسيوك شنو هو جديدك، رمضان قرب لي كاميرا كاشي رانا نستناوها. مالك نكون معك كما يقول لك صريح، وما كان لها كيما نقول لك حنا نحضروا كذا وقدام الكاميرا نحضروا كذا. كان عندي جديد وتلغى يعني مع البروديكسيون، كان راح يكون عندي عمل ما كتبش ربي، وعندي عمل واحد اخر الى كتب ربي ان شاء الله اون سيري سيت كوم من الاخراجي انا وتمثيل انا بركه رمضان ان شاء الله جوز من القناه من القنوات. وعندي ثاني سيت كوم، عندي اون سيري دو 30 بارتي فيها عده من ممثلين، كاين دي يوتيوبر ثاني فيها دي زاد، فيها رمزي زنقا، فيها مروان قروابي، فيها الوهراني هذاك بالحر.
يعني فوالا فيها بليزيور كوميديا. ان شاء الله الانطلاقه تكون ان شاء الله في 15 مارس ان شاء الله الى كتب ربي. يعني سيت اون اكسبيريونس كي قصرت مع مازال ما هدرتش مع المخرج مي مع اللي كتبها هو شمس الدين ديزا جوكر. يعني عجبتني الفكره عجبتني الفكره ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون حاجه مليحه. شمس الدين عنده افكار جميله. نتمنى ان هذه المره في التجربه ليه ان شاء الله في هذا السيري يكون حضاو بشيء مميز لانه حابين نكون علاش جميله. يعطيك الصحه علينا. علاش جميله؟ لان كل حاجه جديده جميله. علاش كي تكون حاجه جديده يعني ابداع سي سا باسكو يفو دي نوفوتي ماشي كيما نقول لك حنا مراد خان يبقى مراد خان نو مليح مليح. واش كاين مثلا كاين ممثله جازت في ايميسيون قالت كلمه ما نذكرش اسمها معليش مي قالت كلمه ما عجبنيش الحال دارت نجاح في مسلسل ولا اثنين ولا صح دار نجاح المسلسل ما عندهاش الحق تقول معليش انا مدبية بهاد قالت يعني قالت انا مدبية فاصون هاد لي زونسيان لازم يتنحاو كامل. شكون يلعب باباك؟ شكون يلعب جدك؟ ماشي شكون يلعب. هل الجزائر عندها عمالقه ولازم يقعدوا؟ سبحان الله ما كانش واحد يعني يزيد بلا قدير. كلام غير منطقي. كل وراهم عمر عنده دور وراهم دايرينها وراهم دايرينها اكبر ممثله. انا ما نحبش هذا الكلام نو او كونترير. انا تعلمت من الكبار وكي دوك الكبار هذوك راني نزيد نرفد منهم. يا درا شكون هذه؟ يعني نو الله يهديها من بعد كي تكبر نروح ليها ان شاء الله نكون مازلني برك تكبر نروح ليها لو كان هكذا. نقول لها سمحي لازم تتنحي انت خلاص ام ليجون. عيب الكلام هذا من عند وحده ممثله لي او كونترير. انا عندي سؤال ليك مراد، واش رايك في هذه النجاحات لهاد الممثلين صغار اللي احنا نشوفهم ربما ما كانش عندهم دراسات وما كانش ممثلوش من قبل لكن لقاو رواج كبير ما بين فئه الشباب؟ أمينة قلت كلمة مقبلة عندك الهالزايمر وقيلة. أمينة قلت كلمة قبيلة وقيلة عندها الهالزايمر. قلت كلمة قبيلة كاين على الدراهم هذا نصف هذاك ما عنديش الهالزايمر عندي فقط حبيت يعني لك مقبل هدرنا على الملك. الآن أني نهدر على الشعبية لأنه ماشي حيشري الببليك. أني نهدر على الشعبية اللي يلقاوها هاد الشبان الصغار بما أنه يفوت في مسلسل واحد يلقى رواج. هل التواصل تاعهم ذائق ولا ما هو سبب؟ وي سمحي لي باسكو كاين دي برودكسيون اللي نتحي لهم. انا دي برودكسيون نتحي لهم ترويج في الكيران في لي بلاك وكذا سي سا. باسكو كانت قناه وحده جست انا درت كاميرا كاشي نالت نجاح. ايماجيني لو كان كانوا كيما درك بالك نجوز ما يسمعوش. كيما قال لك كاين مشاهير بصح ما كاش نجوم نحيها انا. قالوا لي اسكو كاين السينما في الجزائر؟ ما كاش سينما صح. بالك اشهر نجم في الجزائر يروح فقط للجيران مهرجانات الجيران ولا الوطن العربي ما يعرفوش هذا ما كان. انا رحت